في ثالث دور. لا بالله عليك يا شيخ عبد الله غيث. هي من دي؟ هذه والله كارثة هذه. هذا حتأثر على المبنى حقك. أو لا ما شقق كل شيء. عرفت شقق لك هذا؟ إيه. إنه من نص السمنت بالله عليك. كيف لما طلعت؟ في صبة. خلاص الحين قاعد أفعلها. ها؟ دور أنت بلا الدرب. دوري ما تملى أحد. داري يا شيخ عبد الله نحن يمكن قاعدين مليون شوية علشان نروح المحطة هذه. ها. يا أخي ما الآن حاول إخراجي.